شفت ازاي جون حسين الشحات امبارح؟ لا طبعا انا شفته قبل كده بقى في لعيبه برضو وليد صلاح الدين في ماتش ضد فرقه مغربيه برضو عمل نفس الدريبلينج دوت وجاب جون برضو رائع زي كده. طبعا حسين بقى انا بتكلم على لاعب عنده موهبه لسه ما شفناش حاجه من حسين على فكره. حسين ده في حته تانية، الناس هتشوف ده. وانا سمعته امبارح هو في احد اللقاءات، يعني عجبني كلامه جدا لانه ما هوش يعني ما عندوش يعني انه يقول ان انا الجون ده اداني ثقه. يعني في ناس بتبقى عندها نعره كده وعندها يعني بعض التعالي في ان هو يقول ان انا ما كانش عندي ثقه والجون ده اكسبني الثقه اللي انا كنت مفتقدها. وتصريح اول يعني الصدق هو اول طريق النجاح. ده رايي، فهو صادق جدا مع نفسه وهتشوفي من حسين حاجات حلوه الايام الجايه. بس دي حقيقه يا كابتن، فعلا الجون ده هيدي لحسين الشحات ثقه كبيره قوي الفتره اللي جايه. مروان محسن، لا مروان طبعا احنا يعني اعتمدنا عليه فتره طويله في المنتخب ومع كوبر ومع مستر كوبر ومع مستر اجيري. يعني مهاجم عنده ميزات كتير جدا وعنده صلابه من الناحيه الشخصيه، يعني لانه طبعا بيتعرض في بعض الاحيان مش لانتقادات لتشريح وذبح. وصراحه انا يعني مروان انا عارف قدراته كويس جدا، عاش معانا في المنتخب فترات كبيره وطويله شهور وسنين. فلا مهاجم من طراز الاول، محطه مهمه جدا. وزي ما قلت لك قبل كده ان موسيماني عمل الاداء التكتيكي اللي يساعد كل واحد في البوزيشن بتاعه ان هو يطلع احسن حاجه عنده. بجانب الاداء التكتيكي ده يا كابتن، التعامل النفسي مع اللعيبه بشكل صحيح ده موسيماني شايفينه منه جدا مع اللعيبه. هي دي حاجه بتبقى داخليه، يعني حاجه العيله بتحسها اكتر بس بيأثر على اللاعب في الملعب مليون في المية. وحضرتك اكتر واحد ده طبعا تعرف. ده طبعا احنا بنسميه في الكوره الموتيفيشن، الدوافع، محاولات النجاح. ده في علم التدريب يعني محاولات النجاح بتعمل ثبات، محاولات الفشل بتعمل ديستورشن او يعني شوشره على اداء اللاعب. واضح جدا دي كانت موجوده برضو في فتره مستر فايلر الاولانيه. كان برضو كنت حاسس ان فيه يعني برضو في لمه وفي اوضه الملابس هاديه. دي مهمه جدا ان اوضه الملابس تبقى فيها هدوء وما فيهاش رغي وما فيهاش فتي. واضح في الفتره دي بتاعت بيتسو ان برضو اوضه اللبس فيها هدوء وفيها. حضرتك كنت بتقول انه مروان محسن اتعرض لتشريح من جانب يعني ممكن بقى الناس على السوشيال ميديا او صحافه او غيره. شايف يعني ايه السمات الشخصيه اللي في مروان محسن اللي خليته ان هو يقدر يعدي الفتره دي؟ مش سهل ابدا ان حد يتعرض لانتقادات كتير في مجال شغله ايا كان ايه هو مجال شغله ويقدر يرجع تاني ويثبت قد ايه. لا انا قلت لك هو سماته الاراديه، عنده سمات اراديه ممتازه جدا بتاعت واحد بروفيشنال، يعني بتاعت واحد لعيب محترف. احيانا بيتاثر شويه وطبعا انا بقول له بلاش يعني ابعد عن المنطقه دي او السوشيال ميديا او الكلام على الفيسبوك والحاجات اللي هي لانه طبعا كلهم عيال عندهم 15 سنه و16 سنه وحاجات كده. فطبعا ده مش مؤشر ان هو يخلي الواحد يتهز او ينفعل او حاجه. كان بيكلمك يا كابتن في الفتره دي؟ احنا دايما 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 يعني انا داعم ليه بشكل كبير جدا لانه طبعا هو اساسا بني ادم مريح ومطيع وبينفذ تعليمات المدرب بحذافيرها. حتى لما بيبقى وحش من وجهه نظر الجماهير او المشاهدين ما بيبقاش وحش من وجهه نظر المدير الفني او المسؤول عن الفرقه، لانه هو بينفذ حاجات كتير جدا ما فيهاش جماليات تعجب الناس لكن فيها يعني لعيب تكتيكي بالنسبه للمدرب. ودلوقتي الحمد لله انه بدا يحصل الانتاج بتاعه في التهديف يزيد. وطول ما في مسانده وفي يعني كنتوا بتدعمه ازاي يا كابتن في الفتره دي؟ دايما بكتب له كلام حلو، دايما بتكلم معاه بشكل يعني
يعني ما بصدق حاجه حلوه تتعمل تبعتها له على طبعا طول. طبعا هو دايما او على صفحتي وانا على صفحته لكن ما بنتكلمش في التليفون. لكن ما كان الفتره اللي كان معانا فيها في المنتخب برضو كنت طبعا دعمه جدا وانا بحبه من يعني على المستوى الشخصي يعني.